الثاني على جهتي اليسرى بونوتشي وبارزالي في وسطيه في وسط الميدان بمساعده اليوفي بدا من اليوم حيث يستقبل جينوا ثم الثلاثاء المقبل يستقبل فيورنتينا قبل ما يتنقل الى قبل ان يتنقل ركنيه اخرى لنادي جينوا بصعوبه فري بصعوبه وانطلاقه في هجمه معاكسه لصالح فريق جينوا البحث عن فريق الضيف جينوا يلعبها في الوسط الكسندر ميركيل الان 19 سنه اللاعب الصغير هذا في فريق جينوا يرجع هذا لفريق ميلوتسو ميلوتسو قريب منه ميركيل يوصلها له ميركيل دائما يبحث عن بالاسيو يكثر ويضيع لا يستفيد من قناه كنا نشاهد في المدافع دانييل هناك الجديد صعبه الكره هذه توزيعه خطيره يبقى خطير فريق جينوا في هذه المباراه عندما تكون يانكوفيتش على الجهه اليسرى هاي الكره هذه لميركيل الطرق على الجهه اليسرى ميركيل خطيره وصعبه الكره لجينوا ميركيل با 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 جول جول فريق جيفنتوس والتوغل من ميركيل حطها فوق راس روس القائم الثاني يتمكن من فتح مجال التسجيل من امام قدم الفارس جينوا بالاسيو وميركيل يغطي الكره هذه ميركيل دائما كرة من ميركيل هاي الماركيل في وسط الميدان الحركية الموجودة على مستوى خط الهجوم بالاسيو في كل مكان ميركيل أيضا قوة 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 لدى خط الدفاع وميركيل بكل هدوء تبقى لصالح ميلوتسو ميركيل منشط اللعب ميركيل في وسط الدفاع في وسط ميدان نادي جينوا يرجع لموريتي شوف ميركيل من ناحية ميستو ضربة مقصية على الطائر كانت التوزيعة من ميركيل جدا توزيعات ميركل ميستو وضع نفسه في وضعية مفيد مخالفة دخلة با 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 هايلة هايلة ممتازة كادت تباغة ستوراري كاد ميركل سنتيمترات على مرمى ستوراري وماركيزيو فريز ترجع ثم ميركل دعت له الكرة ولكن لم تضيع من روسي ماركو روسي يرجع لميركل وأتلتيكي ليلي ثانية يلعبها كادت توصل الكرة هذه لإستي غاريبا إستي غاريبيا على الجهة اليمنى مباشرة لماركو روسي براسه ميركل توزيعة من روسي حب يرجع له الصرف روسي يعني لأنه ميركل هو اللي منح كرة الهدف الأول لروسي روسي حب يرجعها يرد انطلاقة الشوط الثاني هذا هو ميركل وسط الكرة من هناك على الجهة اليسرى البحث عن بالاسيو بالاسيو عنده الكرة يبحث عن رفيقه كارك مباشرة لكاركاسيولو يرجع للخلف تماما لميستو بي حتى تقدم له الإسعافات ميركل كرة وصلت على الجهة اليمنى مباشرة لموريتي رجعت له ميركيل ثانية سيمور نشط سيمور مرة ثانية لميركيل الدفاع يتدخل وينقذ الموقف جينوا رغم يا اسطوراري كاد ميركيل يضيف هدفا ثالثا ترجع الكرة من هناك على الجهة اليسرى عن طريق باراسي وميركيل والانطلاقة لسال عناصر جينوا انطونيلي إذا حرم اليوفي من